أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تواصلت الاشتباكات العنيفة بين فصائل الجيش السوري الحر وقوات النظام السوري على محور بلدة عين ترمة في ريف دمشق الشرقي، وجددت قوات النظام هجماتها العسكرية على حي جوبر في العاصمة دمشق من عدة محاور، فيما تواصل فصائل الجيش الحر التصدي لجميع المحاولات وتكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة في العدة والعتاد. شنت طائرات النظام السوري ضربات جوية على أطراف مخيم الحدلات جنوب شرق حمص الواقع قرب الحدود السورية الأردنية دون ورود معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى. وحلقت طائرات النظام على علو منخفض جدا في محيط المخيم وسط حالة هلع وموجة نزوح جماعية لسكان المخيم خوفا من ارتكاب مجازر بحقهم. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معا قتل فرد في تنظيم داعش هاجم نقطة أمنية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وأضاف معا أن المقتول كان يحمل مسدسا وقنابل يدوية وقام بالهجوم على أحد نقاط الشرطة في منطقة سوق النبي يونس في الساحل الأيسر لمدينة الموصل. دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي إلى قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع كوريا الشمالية. وقال بينس خلال مؤتمر صحفي في سانتياغو في تشيلي، إذا تواصلت العزلة الاقتصادية والدبلوماسية مع بيونغ يانغ فسيكون هنالك أمل أفضل بالتوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الكوري الشمالي. قتل جندي أمريكي في شرق أفغانستان خلال عملية مع القوات الأفغانية ضد تنظيم داعش بحسب ما أورد الجيش الأمريكي. وفي بيان قال الجيش إن الجندي توفي متأثرا بجروح أصيب بها، وأضاف أن جنودا أمريكيين وأفغان جرحوا وجرى نقلهم للعلاج. أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن حمد آل خليفة أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتسهيل أمور حجاج قطر إلى أبعد حد هي خطوات لم تحصل عليها أي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية. وأضاف الوزير في حسابه الرسمي على موقع تويتر أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للحجاج ومصالحهم هي مسؤولية تاريخية كبرى تولتها المملكة العربية السعودية لجميع الشعوب ولا يطعن فيها إلا ناكر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.